السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم كيكة بدون بيض، هشة وسريعة التحضير. لنبدأ على بركة الله. لدينا 3 علب من الدقيق، يؤخذ قياس بعلبة الياغورت، وزن العلبة 110 غرام، و16 غرام من الخميرة الكيميائية، وسكر فانيلا، وعلبة ونصف علبة من السكر، والقليل من شرائح اللوز، ورشة خفيفة من الملح، و3 علب من الياغورت بنكهة الخوخ، وعلبة غير مملوءة من الزبدة المذابة. في إناء أضع الياغورت، 3 علب من الياغورت بنكهة الخوخ، ويمكنكم استعمال أي نكهة ترغبون بها. ورشة خفيفة من الملح وسكر فانيلا وعلبة ونصف علبة من علبة الياغورت من السكر. وعلبة إلا ربع من الزبدة المذابة. ثم أضيف 3 علب من علبة ياغورت من الدقيق. و16 غرام من الخميرة الكيميائية. وأقوم بدمج الدقيق مع الخليط. وأصب خليط الكيك في مول مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. وأقوم بتسوية سطح الخليط بملعقة. وأوزع من فوق الخليط شرائح اللوز، وأدخل الكيك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هذا هو شكل الكيكة بعد إخراجها من الفرن. كما تلاحظون، نحصل على كيكة رطبة وهشة. أقوم بدهن الكيك بالنقاش أو ملمع الحلويات، ويمكنكم تعويضه بالعسل أو المربى. سوف أريكم شكلها من الداخل. نحصل على كيكة هشة جدا. كما تلاحظون، نحصل على كيكة رطبة وهشة كأنها مسقية من الداخل. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.